بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد عاصم ان شاء الله في المحاضره الثانيه من ماده مبادئ علوم او مبادئ العلوم الاقتصاديه. الدكتور فيها ابتدى المحاضره مع واحد من اهم المصطلحات في العلوم الاقتصاديه، وهو قانون الطلب. احنا عندنا اشهر كلمتين في الاقتصاد هي العرض والطلب. فالطلب ليه تعريف وليه قانون، والعرض ليه تعريف وليه قانون. فتعالوا نبتدي مع الطلب وتعريفه. تعريف الطلب ايه؟ لو احنا هنحط للطلب تعريف، فممكن يكون تعريفه ايه؟ تعريفه هيكون هي، بص معايا كده، هي الكميات التي، تمام، هي الكميات التي يكون المستهلكين على استعداد وقادرين على شراؤها. يبقى ايه؟ تمام، وقادرين على شراؤها عند اسعار معينة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. ده تعريف الطلب، هي الكميات التي يكون المستهلكين على استعداد وقادرين على شرائها عند أسعار معينة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. تمام؟ طيب، لو احنا بصينا للتعريف هنلاقي ان التعريف سهل وبسيط، ولكن خلينا نبسطه بشكل أكتر. الطلب على منتج معين، يعني ايه الطلب على منتج معين؟ الطلب على منتج معين يعني في ناس من المستهلكين على استعداد وقادرة انها تشتري المنتج ده في، او من، يعني ايه، في سعر معين مع بقاء العوامل الاخرى ثابته. يعني ايه؟ فرضا ان انا بتكلم عن اللحوم الحمراء مثلا، الطلب على اللحمه الحمراء. يعني ايه الطلب على اللحمه الحمراء؟ او هفهمه ازاي؟ ان في ناس من المستهلكين مستعده وقادره انها تشتري اللحوم الحمراء عند سعر معين مع بقاء العوامل الاخرى ثابته. يعني ايه؟ هفترض مثلا ان العوامل الاخرى دي الفراخ او السمك، وان الاثنين الفراخ والسمك اسعارهم عاليه، فالناس هتروح تشتري لحوم حمراء. فاللحوم الحمراء، تمام، الطلب عليها هو ايه؟ هو ان في ناس من المستهلكين على استعداد وقادره انها تشتري اللحوم، تمام، عند سعر معين في سعر محدد مع بقاء العوامل الاخرى اللي هو ارتفاع الانواع الاخرى من اللحوم زي لحوم الاسماك او الفراخ سعرها ثابت او ما فيش اي حاجه اتغيرت فيه. فالناس هنا هيزيد الطلب على اللحوم الحمراء. او لو انا جيت اعملها بشكل تاني ابسط، اللحوم الحمراء غاليه، تمام، فالناس هتتجه لنوع ارخص من اللحوم اللي هو لحوم الفراخ، تمام. فيبقى الطلب على الدواجن
تمام، هو ان في مستهلكين على استعداد وقادره انها تشتري دواجن ويكون سعرها سعر معين، وتفضل اللحمه الحمراء غاليه. ده العامل الثابت، ان العوامل الثابته دي او العامل الاخرى تفضل ايه ثابت، ان مفيش حاجه تتغير في السوق، وان سعر الدواجن او لحوم الدواجن قليل، فالناس تبتدي تزود الطلب على ايه، على الدواجن. طيب القانون بتاعها ايه؟ القانون هناك علاقة عكسية بين الطلب والسعر. هناك علاقة عكسية بين الطلب والسعر. يعني ايه؟ نشرحها كده بشكل بسيط وسهل. الحاجة لو زاد سعرها الطلب عليه هيقل. الحاجة لو زاد سعرها الطلب عليها يقل، يبقى كل ما السعر زاد يقابله انخفاض في الطلب، ده اسمها علاقة عكسية. واحد يزيد واحد يقل، ده معنى كلمة عكسية. فيقول لك هناك علاقة عكسية بين الثمن أو السعر والطلب، يزيد السعر يقل الطلب. تعال نعكسها، يقل السعر يزيد الطلب. تمام، يعني لحوم الدواجن مثلا، او بلاش لحوم الدواجن، الطماطم اشهر حاجه موجوده عندنا. لو سعر الطماطم زاد ب 20 جنيه للكيلو حجم الطلب عليها هيقل. طيب لو سعر الطماطم قل الطلب عليها يزيد. إذن في علاقة عكسية ما بين الطلب والسعر، تمام كده؟ طيب دي أول نقطة احنا ايه وضحناها. طيب ايه هي شروط الطلب؟ ايه هي شروط الطلب؟ بص كده معايا، شروط الطلب. لو انا بصيت للتعريف هقدر اجيب منه الشروط. بص كده، هي الكميات التي يكون المستهلكين على استعداد. استعداد دي معناها ايه؟ ان عنده رغبة. تمام، يبقى رقم واحد الرغبة في الحصول على السلعة. تمام، يبقى اول حاجة في الطلب ان انا اقول ان ده طلب على سلعة معينة، ان يبقى عندي الرغبة في الحصول عليها، الرغبة ان انا اشتري. طيب ده الاولاني. ايه التاني؟ تعال نكمل بقية التعريف. وقادرين على شرائها، يبقى مش بس انه نفسه يشتريها او انه مستعد يشتريها، لا، وقادر انه يروح يشتريها. تمام، يبقى ايه؟ القدرة على شراء السلعة، دي تاني حاجة. طيب تالت حاجة ايه؟ تالت حاجة دي القانون، وجود علاقة بين السعر والطلب بمنتهى البساطة. تمام، يكون في علاقة ما بين السعر وبين الطلب. دي الثلاث شروط اللي لو اتحققوا هقول ان في طلب على منتج معين، الرغبة في الحصول عليه،
وان انا اقدر اشتريه، وان يكون في علاقه ما بين كميه الطلب والسعر بتاعه. طيب لو احنا دلوقتي ظبطنا الدنيا في الطلب وعرفنا الطلب وعرفنا شروطه وعرفنا القانون بتاعه، يعني ايه بقاء العوامل الاخرى ثابته؟ او امتى اقول ان العوامل الاخرى دي فعلا ثابته فيتحقق القانون عندي؟ بص يا سيدي، شروط بقاء العوامل الأخرى ثابتة. الشروط ايه؟ رقم واحد، سعر السلعة. سعر السلعة، سعر السلعة مين؟ يكون متغير. ما هو لو سعر الدواجن مثلا او سعر اللحوم الحمراء ثابت، فمش هيبقى يزيد عندي الطلب على الدواجن، لان كده كده هي ما بتغليش، او هي واقفة عند سعر معين. تمام؟ يعني احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان لو اللحوم الحمراء زاد سعرها فالناس هتروح للدواجن. يبقى العامل لازم يبقى ايه؟ سعره متغير، ما يبقاش ثابت، لانه لو ثابت ما مش هيحصل حاجه، هنا ما تحققش حاجه في قانون الطلب اللي هو بقاء العوامل الاخرى ثابته. يبقى لو سعر اللحوم الحمراء في الارتفاع والارتفاع ده ثابت، الناس هتزود الطلب على ايه؟ على لحوم الدواجن. طيب لو السعر اصلا بتاع اللحوم ده ثابت ما بيتغيرش عند متوسط معين، الطلب على الدواجن هيبقى نسبي، لان اللحمه ما بتغلاش. تمام؟ عندي سعر ثابت. طيب دي حاجه. ايه هي الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه قال لك دخول المستهلكين، الدخل بتاع الفرد طب ايه علاقة دخل الفرد بالموضوع؟ اقول لك، كلنا عارفين ان لما المرتبات بتزيد سعر المنتجات بتزيد، مرتبك يزيد الحاجة اسعارها ترتفع، مرتبك يزيد الحاجة اسعارها ايه؟ ترتفع. اذا في علاقة طردية ما بين دخل المستهلك وزيادة السعر، كلما زاد دخل المستهلك زاد سعر الايه؟ المنتجات. فهنا دخل المستهلك، هنا دخل المستهلك لو زاد سعر السلع يزيد، ولو قل سعر السلع يقل. فلا، لازم يكون الدخل هنا ثابت، لازم يكون الدخل هنا ثابت، لان لو احنا قلنا ان اللحوم الحمراء سعرها مرتفع، لو زاد دخل المستهلك هيروح يشتري اللحم الحمراء او اللحوم لكن لو دخله زي ما هو، والحاجه بقى ما بين ارتفاع وانخفاض، يبقى هو هيدور على ايه؟ على حاجه اللي سعرها منخفض. تمام كده؟ يبقى سعر السلع البديله لازم يكون ثابت، دخل المستهلك لازم يكون ثابت. طيب في حاجه كمان قال لك، ثلاثة، أذواق المستهلكين. أذواق المستهلكين دي لازم تبقى، يعني هي أذواق المستهلكين متفاوتة. تمام؟ أذواق المستهلكين متفاوتة، يعني إيه؟ في ناس كتير جدا بتحب لحوم الدواجن، لو زاد رغبة الناس في لحوم الدواجن هيبقى في مشكلة. لازم أذواق المستهلكين تبقى ثابتة عند وضع معين، لازم
اذواق المستهلكين تبقى ثابته عند وضع معين، هي كده كده يا بتبقى طردي يا بتبقى عكسي، تمام؟ ولكن اذواق المستهلكين لازم تكون في الايه، في الحته المتوسطه، فيها حاله ثبات شويه، تمام. طيب السلع الاخرى دي انا عمال اقول بقى ايه، لو الفراخ سعرها معقول واللحوم سعرها غالي فالناس هتروح للحوم او الطماطم او ما الى ذلك، ايضا ايه، انا بتكلم عن سلع اخرى، سلع اخرى. طيب السلع الاخرى اللي انا بتكلم عنها دي وضعها ايه في الموضوع او ازاي اصنفها؟ بص يا سيدي، لو احنا جينا اتكلمنا عن السلع الاخرى، السلع الاخرى دي ليها شوية اشكال، تمام. اول حاجة فيها اسمها سلع متكاملة، سلع متكاملة. طب يعني ايه سلع متكاملة؟ بتكمل بعضها. زي ايه؟ زي الشاي والسكر. الشاي والسكر سلع متكاملة بتكمل بعضها. أنا ما أقدرش أشرب شاي من غير سكر. أه في ناس بتشرب من غير سكر، بس أغلب الناس ما تقدرش تشرب من غير سكر. إذا فدي سلعة بتكمل سلعة. الشاي والقهوة، آسف، السكر والقهوة، تمام، سلع بتكمل بعضها. طيب ايه تاني؟ قال لك في عندي حاجة اسمها رقم 2، سلع متبادلة. سلع ايه؟ متبادلة، سلع ممكن اشيلها واحط مكانها حاجة تانية. زي ايه؟ سعر الطماطم غالي، مش هجيب طماطم، هشتري صلصة. دي مكان دي. البن غالي، مش هشرب بن، هشرب شاي. فدي سلع متبادلة. أقدر أشيل السلعة وأحط مكانها حاجة تانية. اللحوم الحمراء غالي، مش هجيب لحوم حمراء، هجيب فراخ. دي لحوم، آسف، دي سلع متبادلة، أقدر أشيل حاجة وأحط حاجة تانية. في عندي رقم 3، حاجة اسمها السلع المستقلة. السلع ايه؟ المستقلة، سلع كده مع نفسها ملهاش علاقة بأي حاجة خالص، تمام، اسمها السلع الايه؟ المستقلة. طيب ادي الانواع بتاعت السلع بتاعتي، تمام. طيب لو انا بقى جيت ابص على ايه منحنيات الطلب وشكل تغير الكمية والسعر عليها، تمام، تعالوا نشوف كده. تعالوا بينا بقى نبص على رسمة منحنى الطلب. رسمة منحنى الطلب هنا هيكون ليها علاقة بالكمية المطلوبة والكمية المعروضة في حالتين. ايه هما الحالتين؟ تعالوا نمسك الرسمة الأولانية. الرسمة الأولانية أنا بتكلم ما بين الكمية المطلوبة والسعر. الكمية المطلوبة وإيه؟ والسعر. ايه العلاقة ما بين الكمية المطلوبة وما بين السعر؟
بص معايا، لو السعر 7 جنيه، لو السعر 7 جنيه، السعر ده فرضا انه غالي، يبقى انا لما اروح اشتري شاي هشتري عبوتين اتنين، او لما اروح اشتري شوكولاتة مثلا هجيب اتنين بس، تمام؟ لو السعر 7 جنيه اهو هجيب قطعتين بس. طيب لو السعر قل ل5 جنيه هجيب 4 قطع. طيب لو السعر بقى 3 جنيه ونص هجيب 6 قطع. طب لو السعر بقى 2 جنيه هجيب 8 قطع. يبقى الرسمة دي بتدل على علاقة ما بين الكمية المطلوبة والسعر. لو السعر مرتفع هيبقى الكمية المطلوبة أقل. لو السعر ارتفع هيبقى الكمية المطلوبة أقل. على سبيل المثال الطماطم مثلا لو سعرها 20 جنيه ممكن اجيب نص كيلو بس، لو سعرها بقى 15 جنيه ممكن اجيب كيلو، لو سعرها نزل ل10 جنيه هجيب 2 كيلو. يبقى كل ما السعر قل الكمية المطلوبة زادت. ده رسم بياني بيعرفني العلاقة ما بين الكمية المطلوبة والإيه؟ والسعر. كل ما السعر انخفض الكمية المطلوبة زادت، كل ما السعر ارتفع الكمية المطلوبة قلت. بص معايا كده، السعر ارتفع ل7 جنيه جبت قطعتين، السعر لما انخفض ل2 جنيه جبت 8 قطع. تمام؟ ده العلاقة ما بين الكمية المطلوبة والسعر. طيب لو انا بقى، انا بتكلم بقى ايه الرسمة دي، انا بتكلم في حالة ايه؟ ثبات الدخل. يعني المرتب للموظف بيقبضه او للشخص اللي بيشتغل بيقبضه مرتب ثابت. طيب يبقى انا هنا عندي ايه؟ قلت علاقة ما بين السعر والكمية مع ثبات العوامل الأخرى في الرسمة الأولانية اللي هي دخل الفرد. دخل الفرد ثابت، السعر والكمية عمالين يزيدوا ويقلوا. طيب لو أنا ثبتت السعر وزودت الدخل بتاع الموظف أو بتاع الإنسان أو بتاع المستهلك، الكمية هنا المعروضة وضعها إيه؟ خد بالك الرسمة التانية هيبقى العلاقة ما بين السعر والكمية المعروضة، ما بين السعر والكمية المعروضة، بس هنا السعر ثابت عند 6 جنيه. السعر ثابت عند 6 جنيه. لما كان السعر 6 جنيه كان المعروض 3، كان المعروض 3 بس، 3 كميات. يبقى أنا هنا هتكلم عن إيه؟ عن ثبات السعر. طيب لو إحنا جينا لشهر 7 والمرتبات زادت، طالما جينا يعني إحنا دلوقتي جينا لشهر 7 اللي هي العلاوة بتاعت الموظفين، فالمرتبات زادت. طالما المرتبات زادت يعني الدخل زاد. الدخل لما يزيد الكمية المعروضة عند نفس السعر تزيد. الكمية المعروضة عند نفس السعر تزيد. طيب لو الدخل قل الكمية المعروضة عند نفس السعر تقل. يعني خلينا نقول ايه، خلينا ايه نبسطها شوية. سي مثلا سعر الطماطم 10 جنيه في السوق، سعر ثابت 10 جنيه في السوق. في
في ظل سعرها 10 جنيه، كان البني ادم بيجيب ايه، او الانسان بيشتري 3 كيلو بس. لما كان سعرها 10 جنيه، او خلينا ناخد الارقام اللي موجوده على الرسم افضل، لما كان سعرها 6 جنيه كان الانسان او الفرد بيشتري 3 كيلو. ربنا كرم الشهر اللي بعده اللي بعده مرتبه زاد والسعر ثابت، مرتبه زاد. لما مرتبه يزيد، بدل ما هيجيب 3 كيلو طماطم هيروح يجيب 5. لما مرتبه يزيد يعني معاه فلوس اكتر، يعني هيشتري كمية اكتر. تمام؟ لو مرتبه قل، لو مرتبه قل يعني دخله قل، بدل ما كان بيشتري 3 كيلو لا هيشتري كيلو ونص. يبقى هنا انا عندي علاقة طردية ما بين الدخل والكمية المعروضة، الكمية المعروضة من البضاعة في السوق. الدخل يزيد، الكمية المعروضة تزيد عشان الناس تشتري اكتر. دي علاقة طردية، الدخل زاد فالكمية المعروضة زاد، الدخل قل يعني مفيش شراء فالكمية المعروضة تقل. عند ثبات السعر، يعني السعر زي ما هو 6 جنيه، السعر زي ما هو 6 جنيه، مرتبات الناس زادت اشترت اكتر يبقى الكمية المعروضة هتزيد، مرتبات الناس قلت يبقى الكمية يبقى الشراء هيقل، يعني الكمية المعروضة هتقل. حاجة نقدر نطبقها على الواقع، الحياة العملية اللي احنا بنعيشه. تمام؟ كل ما السعر زاد الكمية المطلوبة تقل، السعر يقل الكمية المطلوبة تزيد. يبقى فيه هنا نقدر نقول نقدر نقول علاقة عكسية، أو بص علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة، علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة. عكسية يعني ايه؟ واحد يزيد وواحد يقل. تمام؟ طيب ده الحالة دي هنقدر نقول مع ثبات العوامل الأخرى اللي هي ايه؟ الدخل، الدخل ثابت، الدخل ثابت، بس اللي بيزيد هنا ايه؟ السعر والكمية. طيب نيجي للحالة التانية، أنا عندي علاقة ما بين ايه؟ أهو عندي هنا علاقة طردية بين السعر والكمية المعروضة، أو بلاش نقول السعر، السعر هنا ثابت، الدخل والكمية المعروضة. هقول ايه؟ مع ثبات السعر اللي هو العوامل الاخرى. يبقى انا عندي رسمة فيها السعر والكمية يزيدوا ويقلوا، واللي ثابت الدخل بتاع الانسان، الدخل بتاع الفرد ثابت، السعر يزيد ويقل والكمية المطلوبة تزيد وتقل. الرسمة التانية عندي العلاقة ما بين الدخل والكمية المعروضة مع ثبات السعر، السعر ثابت اللي بيزيد وبيقل الدخل والكمية المعروضة. دي كانت المحاضرة التانية من مادة العلوم الاقتصادية.